السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابتي الكرام وال بيتي العظام المستكملين الشرفاء بعد اخوتي الكرام الى شرح تطهير الاعتقاد من ادران الالحاد. نعم احمد. السلام عليكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديك والحاضرين والمسلمين وانفعنا بعلومهم وعلوم الصالحين. ومن قال الامام مسلم رحمه الله تعالى عليه قال: فان قلت انهم قد اتفقوا من هؤلاء الذين يلوقون لفظ الجلاله ويضيفون اليها عمل اهل الخلاعه والبطاله خوارق وعادات وامور تغم كرامات كطعن انفسهم بالالات الحاده وحملهم مثل الحنش والحيه والعقرب واكلهم النار ومسهم اياها بالايدي وتقلبهم فيها بالاجسام، قلت هذه احوال شيطانيه وانك لملبس عليك ان ظننتها كرامات للاموات او حسنات للاحياء، لما هدف هذا الضال باسمائهم وجعلهم اندادا وشركاء لله تعالى في الخلق والامر. فهؤلاء الموتى انت تفرض انهم اولياء الله تعالى، فهل يرضى ولي الله ان يجعله المجذوب او السالك شريكا له تعالى ونده؟ ان زعمت ذلك فقد جئت شيئا ادى، وصيرت هؤلاء الاموات مشركين واخرجتهم وحاشاهم عن ذلك عن دائره الاسلام والدين، فجعلتهم اندادا لله ودين فرحين، وزعمت ان هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين التابعين لكل باطل المنغمسين في بحار الرذائل الذين يسجدون لله سجدة ويذكرون الله وحده. فإن زعمت هذا فقد أثبتت الكرامات للمشركين الكافرين وللمجانين، وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين. وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال شيطانية وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية تفعلها الشياطين الإخوانيين من هؤلاء الضالين معاونة من الفريقين على إغواء العباد. وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان، وهذا أمر مقطوع بوقوعه، وهم الثعابين الذي يشاهده الإنسان في أيدي المجاذيب، وقد يكون ذلك من باب السحر وهو أنواع، وتعلمه ليس بالعسير، بل بابه الأعظم هو الكفر بالله وأهانة ما عظمه الله من جعل مصحف في كنيف ونحوه. فلا يغتر من يشاهد ما يعظم في عينيه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها الخوارق، فإن للسحر تأثيرا عظيما في الأفعال. وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها، وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات حتى أوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام، وقد وصفه الله بأنه سحر عظيم، والسحر يفعل أعظم من هذا، لأنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره رحمه الله عليهم أنه شاهد في وادي الهند قوما توقد لهم النار العظيمة، فيلبسون الثياب الرقيقة ويخوضون في تلك النار ويخرجون والثياب كأنها لم يمسها شيء. بل ذكر أنه رأى إنسان عند بعض الملوك الهندي أتى الولدين معه ثم قطعهما عضوا عضوا، ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقة حتى لم يرى أحد شيئا من تلك الأعضاء، ثم صاح وبكى، فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده وانضم إلى الآخر حتى قام كل واحد منهما على عادته حيا سويا. ذكر هذا في رحلته بسيطة وقد قصرت، طلعتها بمكة عام 36 و100 ألف، وأملاها علينا العلامة المفتي الحنفية في المدينة السيد محمد بن أسعد رحمة الله عليه جميعا. قال في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بسنده أن الساحرا كان عند الوليد بن عقبة، فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرج، فرآه جندب رضي الله عنه فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه، فلما دخل الساحر في البقرة قال جندب: قد رأى أتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال: ثم ضرب وسط البقرة فقطعها وقطع الساحر معها، فانذعر الناس، فحبسه الوليد وكتب بذلك لعثمان رضي الله عنه. وكان على السجن رجل نصراني، فلما رأى جندوبا يقوم الليل ويصبح صائما قال النصراني: والله إن قوما هذا شرهم لقوم صدق. قال: فوكل للسجن رجلا ودخل الكوفة فسأل عن أفضل أهلها، فقالوا: الأشعث بن قيس. قال: فاستضافه، رأى أبا محمد، قال: يعني الأشعث؟ قال: ينام الليل ويصبح فيدعو بغدائه، فخرج من عنده وسأل: أي أهل الكوفة أفضل؟ فقالوا: جرير بن عبد الله. قال: فوجده ينام ثم يصبح فيدعو بغدائه. قال: فاستقبل القبلة فقال: ربي رب جندب وديني دين جندب. قال: وأسلم رضي الله عنه. قال: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة رحمه الله. فذكر بسنده الأبي الأسود رحمه الله عليهم أن الوليد بن عقبة كان في العراق يلعب وبين يديه ساحر، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى. قال: ورآه رجل من صالح المهاجرين رضي الله عنهم، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. قال: فأمر به الوليد دينارا صاحب السجن فسجنه.
ولا بالأعجب من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده في قصة طويلة رحمه الله فيها أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت ببابل هاروت وماروت عليهما السلام وأنها أخذت قمحا فقالت له بعد أن ألقته اطلع قال فطلع فقالت أحقل قال فأحقل ثم تركته ثم قالت إيبس قال فيابس ثم قالت له اطحن قال فأطحن قال ثم أطحن قال فأطحن ثم قالت له اختبز فاختبز وكانت لم تجد شيئا إلا كان قال والأحوال الشيطانية لا تنحصر وكيف بما يأتي به الدجال والمعيار اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما انتهى ما أوردناه ولله الحمد أولا ما أخبر ظاهرة وباطنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كل ما ذكره ذكرنا غفل عن ذكره الغافلون رضي الله عنك. هذه فيها دلالة واضحة جدا على ما كان يستعمله هؤلاء الفسقاء الكفرة بأنهم كانوا يستعملون السحر ويستعملون الجن وتعلمون كما قال الله تعالى وما نحشرهم يا معشر الجن قد استكثرتم من 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 الإنس وقال أولياءهم الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. المتعة هنا كيف تكون المتعة؟ يتمتع الجن بالإنس بأنه يصرف له عبادة من العبادات يسجد له أو يطلب منه أن يهن استغفر الله المصحف أدخل به في الحمام أو يدوس عليه أو يفعل المهم أنه يجعل يفعل أفعال هذه الأفعال كلها يفعل أفعال كلها هذه الأفعال كلها تكون في الكفر وبعد ذلك يعطي بعض خوارق العادات كما يدخل النار وكما أيضا يكون في مكان يستطيع أن يخرج منه فتراه يلج منه يخرج منه خروجا سريعا ما يتوقف أو ممكن أن نقول بأنه يعني يملك ثعابين وحياة كما فعل سحرة فرعون يستخدمون الجن في ذلك والجن يتشكل وقد جاءت الرواية صريحة كما صحيح مسلم في قصة الشاب الذي انطلق إلى أهله فوجد امرأته وكان حديث عهد بعرس ناشرة شعرها في هيئة لم يرضها عند الباب فغار عليها فرفع الرمح قالت لا تعجل حتى ترى فلما دخل وجد على فراشه ثعبانا هائلا فضربه بالحرب فانتظمه فاختلف عليه الثعبان فلا يدري أيهما أو فلا يدري أيهما كان أسرع موتا يعني الاثنان أقتل بعضهم بعضا والحكاية التي حكاها عن ابن بطوطة يعني فيها شيء من الخيالات لأنه ابن بطوطة نفسه فيه كذب وفيه خيالات لكن اللي قالوا عجيبا جدا ما قاله هو ما رآه في الهند وفي غيره لكننا لا نستبعد استخدام استخدام الجن لذلك وأيضا أن الجن كما قلت يمتع الإنس بشيء من خوارق العادات لذلك ذكر في رحلته تلك أنه دخل دمشق وعين اليوم الذي دخل فيه وهو التاسع من رمضان وأنه شاهد وسمع شيخ الإسلام تيمية يقول على المنبر أن الله ينزل كنزول هذا قال ونزل درجة قال ثم استوى على الدرجة المنبر وقال واستوي على عرشك استوائي هذا أو قال هذا كذب هذا كذب على ابن تيمية لكنه قال ذلك كذب على ابن تيمية وكذب صريح ليس كذبا فقط كذب صريح لأن شيخ الإسلام تيمية الذي ذكره ابن بطوطة بقلمه في رحلته كان محبوسا في القلعة وما خرج منها إلا إلى قبره فقد أدخل شيخ الإسلام ابن تيمية السجن في السادس من شهر شعبان سنة 28-700 ولم يغادر إلا أن توفي فأقول شهر سنة تهيئة مسؤولا في القلعة قبل دخول ابن بطوطة دمشق 33 يوما فأين رأى في المنام بلا شك لعله رأاه في خياله وتخياله هو كذاب في بعض الكذب ابن بطوطة لكن العجائب التي في الهند كما قلت فيها قد قال تعالى سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ومعلوم أن الجن له قوة في التشكل يتشكل بالإنس ويتشكل أيضا بالحياة والعقارب وقد تشكل كما ورد في صحيح مسلم في هذه الرواية يقول ابن تيمية أنكر على رفاعية البطاحية وهذا شيخ الإسلام تيمية في دمشق وضيق عليهم في الإنكار على منكرهم فرفع الشكوى إلى نائب السلطان وجيء به وعوتب في هذا الذي يصنع معهم فجيء بهم وكان من كلامه أن الذي يصنعون إنما هو من المخاريق ومن الشعوذة التي يلبسون بها على الناس في أمر الدين وقال لنائب السلطان هؤلاء يزعمون أنهم يدخلون النار ولا مسهم سوء فأنا
أنا وهم ندخل النار، ومن أحرقته النار فلعنة الله على الكاذبين. قال أنت تدخل النار؟ قال نعم أنا أدخل النار، ويدخلون النار بشرط. فقد كانوا يأتون بدهن معين يدهنون به أجسادهم، هو ذلك الدهن الذي يصنعونه من دهن الضفادع وباطن قشر النارنج وحجر الطلق وغير ذلك من الحيل المعروفة لهم لا تؤثر النار فيما طولي به. فكانوا يدهنون بذلك الدهن ويدخلون النار ويخرجون من الجانب الآخر لا تمسهم النار بسوء. فقال الشيخ شرطي عليهم أن يدخلوا الحمام أولا، وأن يقوم عليهم من يشهد غسلهم غسلا تاما ويراقبهم حتى لا يدهنوا بذلك الدهن، ثم يأتون وندخل جميع النار، فمن أحرقته النار فعليه لعنة الله فعليه لعنة الله أو لعنة الله على الكاذبين. قال أنت تدخل؟ قال نعم أفعل ذلك نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. تفرق المجلس على هذا كما حكى رحمه الله تعالى في مناظرة ابن تيمية العلنية لدجلة البطائحية الرفاعية. جاءوا في الصباح على حسب الموعد، جاءوا متأخرين والشيخ حاضر. قال وكنت أبتهل تلك الليلة إلى الله تبارك وتعالى أن يعلي منار السنة على يدي إلى غير ذلك مما قال. قال وذهبت فكنت عند نائب السلطان ولم يأتوا إلا متأخرين، وجاء كبيرهم يقول نحن لا ندخل النار ولا يدخلها، فتراجعوا وأنا أشدد عليه. قال وقد تراجعنا عن الشكوى التي قد تقدمنا بها، ولكن نريد من الشيخ أن لا ينكر علينا. قال هذا لا يكون، لابد من إنكار كل منكر. فأغزاهم الله تبارك وتعالى وفضحهم وبين مخارقهم التي يأتون بها من تلك الأمور التي يلبسون بها على الناس على دين الله رب العالمين. وما ذكره المصنف مما أتى به علي بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني، هو كتاب سمر وأدب وغناء وليس بكتاب علم وتاريخ وفقه. فأنا أدري أنه ليس يعني ليس كتاب علم حتى يعني يؤخذ منه ما يؤخذ، لكن أيضا بين فيها ضلالات القوم. النهاية أنه قد أثبت في هذا الكتاب ما كان من السحرة الدجاجلة لما أخرج أبو بكر في سنة الكبرى مغارة القصة. ذكر أبو سنة الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به وهذا جني، فيقوم صارخا فيرد إليه رأسه كما قلت هذا جني وفعل الجنون. فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى، ورأى رجل من صالح المهاجرين جندب هو الذي قتله. فلما كان الغد اشتمل على سيفي فذهب يلعب لعبه أو لعبه ذلك، فاخترط الرجل السيف فضرب عنقه وقال إن كان صادقا فليحي نفسه الآن. فأمر به الوليد دينارا صاحب السجن فسجنه. وذكر قصة المرأة التي تعلمت سحر على الملكين. وختامه هذا أنه ختم الصنعاني بعد ذلك بكلمة عظيمة جدا، وهو أنه لا نجاة إلا بمعيار الكتاب، اتباع الكتاب والسنة مخالفتهما، فهذا هو المعيار. أما المعيار الأصيل كما قال الشافعي، وجدت رجل يمشي على الماء أو طفل في الهواء فاختبره على السنة. ما هذه المخاليق وهذه الأمور التي يصير إليها المجاذيب وما أشبه من ذلك السحر في استعمال الجن، فهذا ليس بدين. ودين رب العالمين وما جاء به سيد المرسلين هو دين واضح لا غموض فيه، ففيه العلم وفيه التقوى وفيه الوصول إلى الله جل في علاه، وفيه دين أدب أيضا، وفيه التوقير للعلم ولأهل العلم، وفيه أيضا التمسك بالكتاب والسنة. فكل ما جاء من الكتاب والسنة فإننا يعني نأخذ به، وفيه أيضا أن عقيدتنا عقيدة صافية نقية، هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة خير البشرية الذين هم أفضل الناس الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الختام هو التمسك بهذا الكتاب والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وخير ما يعتقده المرء هو ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم في ربه واعتقده الصحابة الكرام، لا يحيد عن ذلك ولا
ولا طرفة عين، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلله الحمد والمنة، ختم الله لنا الكتاب الجليل بختام المسك، وهو أنه لا نجاة ولا حياة ولا سدادة ولا رشادة ولا فلاحة ولا نجاحة إلا بالتمسك بهذا الكتاب، والتمسك بأثار من كانوا يتمسكون بهذا الكتاب ويدينون دين النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا الناس على ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتفترق هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقالوا إلا واحدة، فقالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. لله الحمد والمنة، انتهى الكتاب. الحمد لله، أدام الله خيرنا وخيركم. قد أنهى لنا الله جل وعلا كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، ونعم ما ختم به الإمام الصنعاني بالكلام على السحرة والدجاجلة، ثم قال لا نجاة لنا إلا بتطهير الاعتقاد من هذه الشركيات، بالتمسك بالكتاب والسنة، والتمسك باعتقاد سيد البشرية، سيد الناس أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا اتمام الكتب بأسرها واحدة تلو الأخرى، إخلاص لوجه الله الكريم، فما كان الله دام واتصل وكان الغد الله قطع وصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.